السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 9/12/2021 في مصر: البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية 15.66 شراء، 15.76 للبيع. بنك القاهرة 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. البنك التجاري الدولي 15.66 شراء، 15.76 للبيع. البنك العربي الإفريقي الدولي 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. كريدي إغريكول 15.66 شراء، 15.76 للبيع. أما بنك البركة 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. قناة السويس 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. أما الإسكان والتعمير 15.67 للشراء، 15.76 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 للشراء، 15.76 للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.